الآن يرسل إشارة، وبدأت الساعة ترسل الموجات على مسافة كبيرة للأمام. ننتظر لمدة 5 دقائق، بعد مرور 5 دقائق نفك الواير من هذا المكان، ثم نحمل الجهاز بهذا الشكل. يجب أن يكون الجهاز بشكل على مستوى الصدر، ونتجه باتجاه الجنوب والشمال خلفنا. نضع قطعة من الذهب هناك حتى نتمرن عليها. الآن بدأ الجهاز يتحرك واتجه هناك، نخدع الجهاز، نذهب به إلى جهة أخرى. بدأ يتجه مرة أخرى إلى المكان الصندوق. الآن نعدل جسمنا مع الجهاز، أصبح جسم والجهاز في مستوى واحد. نمشي نسير بخطوة لا سريعة ولا بطيئة حتى يرجع الجهاز. حينما يرجع الجهاز نضع خط، ثم نقف خلف الخط ونذهب الاتجاه الآخر. رجع الجهاز، نضع خط، ثم نذهب للجهاز الثالث، ومن ثم الرابع، حتى يتشكل معنا مربع. بعد ما يتشكل معنا مربع نضغط هكذا، لأن الجهاز سوف يعطي لون أخضر. اللون الأخضر يعني ذهب، حينما يعطي لون أزرق يعني كهوف. الآن فوق المكان أعطى لون أزرق. وبعد أن نضع الجهاز بهذا الشكل يبدأ الجهاز بالدوران، يعني أن المكان هنا صحيح. بعد ذلك نقف على حافة المربع، هذا المربع، نقف على حافة المربع ونتجه باتجاه الذي أتينا منه واتجاه الشمال. أول خطوة تكون سريعة، بعد ذلك نمشي بطيء حتى يرجع. حينما يرجع الجهاز نقف، نضع خط في الأرض، نقيس من هذا الخط إلى وسط المربع، متر، متران، 3، يكون عمق الهدف تحت الأرض 3 متر. هذه طريقة الهدف. هل يوجد العمق هنا مكتوب؟ احفظ يا محمد. العمق مكتوب هنا. احفظ 10 متر. 52 سنتي، بما انه هذا على سطح الارض. نعم، وهذا نكون قمنا بشرح العلمي عن الجهاز، وشكرا.